انتهت الهيئة العامة للشؤون البحرية من المرحلة الأولى من صيانة الزورق المتخصص في مكافحة التلوث البحري زقر، وقامت الهيئة بتدشين إنزال القارب إلى البحر للتأكد من عمليات الصيانة التي تمت وكانت النتيجة ناجحة والصيانة على ما تم التخطيط له. وستبدأ الهيئة في تدشين المرحلة الثانية من عملية الصيانة، وهي صيانة محرك القارب والمعدات الأخرى حتى يعود الزورق للعمل مرة أخرى بعد توقف لسنوات بسبب تضرره فترة الحرب واقتحام ميليشيا الحوثي للعاصمة عدن. تأتي عملية الصيانة للزورق بإشراف ومتابعة من قبل قيادة الهيئة ممثلة بالمهندس البحري أحمد صالح الصبحي، الرئيس التنفيذي للهيئة، والقبطان يسلم مبارك بو عمرو نائب الرئيس التنفيذي.